السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ محمد أحمد الزبادي أبو الوليد، وهذا الجزء هو الجزء 20 من هذه المقابلة، واليوم هو الأحد الموافق 9/8 لعام 2009. أستاذنا الكريم تحدثنا في جانب واحد من جوانب الزراعة اللي هو البرتقال أو الحمضيات. نعم. فينا نتحدث عن الجوانب الأخرى من الزراعة، أو يعني الأشياء الأخرى اللي كنتوا تهتموا في زراعتها أبو أحمد أبو؟ يعني الخضار اللي كانت تنبت في، يعني بدنا نتحدث عن الحبوب إن أمكن، نتحدث عن الخضار، نتحدث عن الفاكهة. إحنا حكينا فقط عن الحمضيات. يعني الحمضيات احنا قلنا فروعها كمان كلية. نعم. البرتقال وما نعم. اشتق من ال صحيح من انواع البرتقال. نعم. في عنا المندلينة مثلا، الفواكه حكينا، حكينا كل. نعم. هذا بدنا نحكي الان في الحبوب. عن ايش الحبوب؟ الحبوب نعم. العدس شو الحبوب اللي كنت تزرعوها؟ القمح عمي، العدس والحمص، لكن هذا ما كانش بكثرة. العدس يعني العدس كان يزرع بس مش بكثرة، يعني استهلاك محلي تقريبا. نعم. هو الحمص والسمسم فول والترمس كمان كان، بس مش بكثرة، يعني هذا استهلاك محلي. نعم. أما إذا الخضار الأخرى للأكل، بدي أسألك عن الحبوب برضو. القمح ما زرعته؟ القمح والشعير. القمح والشعير، القمح كان يزرع بالمناطق اللي الشتوية اللي بيجيها شتاء، والشعير لأنه بده شتاء أقل كان يزرع في الجنوب جهة أراضي بير السبع. عظيم. كانت تزرع كل هذه معظمها كلها شعير. ذرة بيضة أو ذرة صفراء؟ ذرة بيضة، ذرة صفراء. هذه كانت على حدود يافا بكثرة، بالسهل الممتد بين يافا وبين الرمل واللد. عمي هذه الحبوب كانت يعني كانت تزرع لأغراض تجارية ولا لأغراض؟ هي طبعا هم مرات لازم تكون لأغراض تجارية، لكن أكثرية السنين نعم كانت للاستهلاك المحلي، ما فيش بيكون فايض، لأنه احنا الشتاء سنين بيجي شتاء كويس وسنين ما كان يجي شتاء كويس، فهذه خاضعة للأشياء الجوية، للطبيعة. للطبيعة. طيب عمي بيادر المدينة وين كانت؟ نعم. البيادر. البيادر كانت كل قرية. لا أنا قصدي في المدينة يعني. في المدينة ما فيش في المدينة بيادر، لأنه كان لا يزرع في أراضي يافا. يعني بأطراف المدينة قصدي. نعم. بأطراف المدينة. بأطراف المدينة كمان لا يزرع، كان مثلا في أراضي سلمة ويزور وهذا السهل اللي قلنا عنه. نعم. كان أكتر إشي يستغلوه في الخضار الخضراء يعني. نعم. الاستهلاك الأكل والشرب، لأنه كان إرواء، في إرواء. القمح والشعير هذا بيطلع في محلات البعلية، يعني كانت الأراضي البعلية. الأراضي المزروعة بالحبوب عمي كانت أبناء يافا ولا لا؟ نعم. الأراضي المزروعة بالقمح والشعير. نعم. والفول والعدس والحمص. نعم. هي لأبناء يافا ولا ل؟ لا، أبناء يافا كانوا أكثريتهم طبعا بالله يديه يعني يهتموا بالحمضيات وأشياء اللي هذا الثلاثة واللي بعتها مباراة الوطن. توقع
لأنه أكثر الحبوب اللي ذكرناها ممكن زراعتها بعلية ومسقاية، لكن أكثريتها كلها بعلية لحقنا، السمسم والعدس والأشياء هذه، الشعير والقمح كله هذا بعلي، كان ما لا يسقى في الماء، فخاضع للطبيعة والأشياء. لكن أراضي يافا الممتدة من حدود أراضي يافا لحديت أراضي الرمل واللد والمناطق والقرون المجاورة كانت تزرع لأنها كلها قابلة للسقاية. طب هذه الأراضي من يعني مملوكة لأبناء يافا؟ في أبناء يافا إلهم وفي ما فيش إلهم، لأنه كان كل قرية كانت تعرف هذه إلها كنتون إلها حدود. نعم. لأهل القرية. يعني أنا قصدي أبناء مدينة يافا اهتموا عمي في زراعة الحبوب؟ كانوا الحبوب للبيع يعني الجاهزة، أما ما زراعتها نعم. لا ما كانوش يهتموا في الموضوع هذا، كانوا يهتموا أيضا في الأشياء البرتقال لأنه كان يدر عليهم أكثر. الأراضي القابلة لزراعة البرتقال كان يزرع برتقال فيها. طيب مين أهم تجار الحبوب عمي في مدينة يافا؟ تجار الحبوب حكناهم، كل شارع الحبوب اللي ذكرناه. نعم. اللي ذكرنا عنه شارع الحبوب ذكرنا عنه. نعم. وسمينا تجاره. كل نعم. أيتهم هذول كانوا تجار الحبوب، يعني من الأرز والشعير والقمح ومشتقاته والقمح نعم. وطحينه، يعني كل هذه الأشياء ما كانت هذول التجار أكثريته في شارع الحبوب اللي اسمه شارع الحبوب لأنه سمي باسمه. نعم. طب عمي زراعة الزيتون؟ زراعة الزيتون يافا ما كانش فيها زيتون، ما كان يزرع جبلي ويزرع في سواحل في سهول يعني بعيدة عن يافا. مش طيب عمي شو اهتماماتكم بالخضار؟ نعم. الخضار اللي زرعتوها بيافا؟ نعم طبعا الخضار القابلة للأكل السلاك الآدمي، الفاصوليا واللوبيا الخضراء، يعني اللوبيا والبازيلا والفول والكوسة والبدنجان والطماطم البندورة إلى آخره. بامية زرعتوا عمي؟ بامية هذه أهل رأسهم البامية. فقوس؟ نعم. فقوس زرعتوا عمي؟ فقوس الفقوس والخيار كان هذا يعني قليل، يعني كان يزرع ولكن يعني كان أكثر إشي استهلاك الخضار اللي هي طيب ملوخية عمي زرعتوا؟ ملوخية وهذه الملوخية يعني هل بتذكرني في يوم هتقول أكلات الملوخية هذه محببة إلي كتير. الله حييك يا حبيبي. الله حييك. طيب حجي زرعتوا بطيخ وشمام؟ بطيخ وشمام كان يعني أنا أتذكر إنه كان يزرع بطيخ وشمام، لكن مش بكثرة، بالأراضي الخالية، يعني ممكن يكون في أرض خالية وفي من عنا من الجماعة اللي من أصل فلاحي مش مدني ممكن يستأجرها ويزرعها. كان صهري مرة زرع جنب زيل أبو نبوت، كان في أرض لأبو رباح حوالي 20-25 درهم، حرتها وزرعها بطيخ وشمام، والشمام كان عندنا غير عن الشمام اليوم اللي بزاده، كان بالحز الأخضر تأخذ الشمام تشم ريحتها من 500 متر، والحلاوة الاشي اللي كانت موجودة فيه مش موجودة اليوم لأنه كله هرمونات. اليوم بناكل الفقوس والخيار على البعلي مش نعم. سقاية يعني هذا. نعم. طب برضو البطيخ والشمام سقاية ولا بعلي؟ نعم البطيخ والشمام بعلي، هذا أحسن اشي بعلي. كان يزرعوه بعلي بعد ما يخلص الشتاء وتوفر الأرض، يعني توفر الأرض يعني تجف شوية الجو تبعها وقابل للحراتة، يحرتها أول مرة وثاني مرة ثم بعدين يعملها أقلام، والأقلام نعم يجي بين تلم وتلم أتلام، يعني سموه أتلام يعني هذا، فيجي يعمل مدحاية البطيخ مثلا، إذا بده يزرع بطيخ القسم هذا مدحاية يحطه بسلة أو بهذا، ويمسك كل 4-5 بذرات يفتح شوي هنا
بحط الأربع خمس بردات في التلم في الأرض مش بعيد عن الأرض 4-5 سنتيمتر، يحطها هيك ويطم عليها ويمشي سريع. كذلك الشمام، لكن ما يزرعوش شمام وبطيخ، يعني هذا بطيخ وهذا شمام، لا، كل أرض يعني يقسم الأرض حسب ما يرى، أنه البطيخ لحاله موحد والشمام لحاله والفقوش لحاله والخيار لحاله، هذا يطلع بعلي بدون سقاية، وهذا للأكل مشهي جدا وطيب جدا ورائحته طيبة إلى آخره، ويضل من الموسم هذا من شهر 4 إلى شهر 10. ما شاء الله، يعني لما تنزل أول شتوى يكون خلاص، ويضل يأكل من الشمام. بعد ما يخلص الشمام هذا في خروش، يطلع الزهرة تطلع عليها خروش هيك صغيرة زي الخيارة، يمر عليها زي حالاتي واحد وتاني إلى آخره، يمر يأكل الخروش هذا تبعه كتير طيب، حتى تنزل أول شتوى معناته خلاص بيخلعه بزرعه إشي زرعة تانية. الزراعة القابلة للزراعة الشتوية، لأنه في زراعة شتوية وزراعة شتوية صيفية. عمي تتذكر شو كنت تزرعوا؟ فواكه؟ نعم، أشجار فاكهة. نعم، شو كنت تزرعوا غير الحمضيات؟ يعني التفاح، بس مش بكثرة، هذا مش للإنتاج، يعني ممكن يكون في البيارة في شجرتين ثلاثة تفاح، وهذا تفاح بلدي، ما كانش عندنا التفاح اللي النوعية الأمريكية، لأنه ما كانوش يهتموا فيه، هو غير قابل للجو، الأرضية غير قابلة للجو للتفاح. التفاح بده أراضي جبلية مثل اللبنانية، في المناطق الجبلية ينبت أحسن التفاح. غير التفاح عمي؟ انجاص، كوماترا، البرقوق، السويدة، سانتا روزا، الفراولة، هذه صارت إشي جديد علينا، كان يعني بعد الأربعينات أو آخر الثمانية والثلاثينات صار يزرع الفراولة أو الفريز هذه. نعم، بس ما كانتش برضو بكثرة، لأنه الأراضي كانت تستغل من قبل الأهالي اللي بعطيها إنتاج أفضل، يعني وافر، فكان أكثر إنتاج على البرتقال اختصاص يعني. عمي العنب والتين، العنب والكروم، بس ما ذكرتهاش كتير لأنه ما في، يعني الكروم دائما تزرع في المحلات اللي لا ينبت فيها خضار أو لامل، لأنه هي هذه بتعيش بجوها الخاص. نعم، يعني بتعيش بلا مي، فلما يكون في أراضي فيها مي معناته تستغل الأراضي اللي فيها مي إرواء، بيبعدوا عنها الأشياء اللي هي تزرع بالبعلية وبالغير المي، لأنه المي جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني ممكن زراعة الأرض 4 مرات بالسنة. أما الكروم تعطي شوية بشهر آب وشهر تموز وخلص شهرين وانتهت القضية. الكريم بده يضل من سنة لسنة حتى يقدر يعطي، فبيعطوا بزرعوها بالأراضي الخالية اللي غير ممكن إنه استغلالها أكتر من هيك. الصبر عم زرعته؟ مين؟ الصبر. الصبر زرعنا، بس هذا كان يعني لا يفرد له أرض، مثل ما ذكرت إنه الأرض القابلة للاستغلال، والصبر هذا بإنتاجه كله بشهر وبعدين خلص، يعني الأرض تعطلت، فكان يزرع الصبر دائما على السياجات. نعم، السياجات البيارة أو السياجات الأرض أو كذا اللي غير ما غير مستغلة، يعني سياج البيارة أو سياج هذا بدل ما يحط شوك وهذا بقول لك بزرع صبر. نعم، وأكتريته كان الصبر يزرع في اللد وفي الرملة، على أساس هذه أراضيها كانت قابلة لزراعة الصبر ويستغل باستغلال كويس هناك، وكان يعني تجاريا محليا. عمي كان يطلع نباتات برية، أعشاب برية؟ أعشاب برية يعني مثل بابونج، المرامية، لكن برضو هذه بالأراضي اللي هي غير قابلة للزراعة، يعني بتركوها تنبت
نبات طبيعي من عند ربنا يعني، بتطلع بالأرض بعد ما الشتوي، أول شتوي وثاني شتوي بتطلق، هذه بتكون لها أرميات موجودة في الجبل في الصخير، بتنام خلال الشتاء بتنام، وبعدين أول ما يطلع الربيع بتلاقي نبتت. نعم. وبتطلع المرمية مثل البابونز، هالأشياء النباتات اللي كانت شائعة. طيب كانت تطلع لكم خبيزة عمي؟ الخبيزة كانت تطلع بالسهل مش جبلية، هذه زي ما حكينا. طيب. في الأراضي الخصبة اللي فيها رطوبة تطلع الخبيزة. عكوب عمي، عكوب فطر كان يطلع عندكم؟ شيء عكوب، عكوب. نعم. برضو العقوب مثل ما ذكرنا عندنا ما فيش عقوب بيافا لأنه قضية سهل زي ما قلنا، والعقوب لا يطلع إلا في الجبل وفي الصخير في الأماكن اللي شتوية تعتمد على الشتاء. والفطر يا حجي؟ والفطر كما ما كانش عندنا بيافا لأنه كانت هذه غير، مش أراضي متروكة، هاي بتطلع بالأراضي المتروكة الصحراوية اللي الإنسان مرات كتير ما بيجيهاش، فبروح بلاقيها بعد ما بتشي أول شتو التاني بتفقع وبتطلع من الأرض لحالها. لكن بالأراضي السهلية اللي قابلة للزراعة وللحراثة ودائما ما بتطلعش هذا الاشي. طب كان يطلع عندكم ورود حجي؟ مين؟ ورود، ورد. ايه؟ ورد، ورد، ورد يعني زهور. نعم زهور. طبعا الورود، بس برضه مش على شكل تجاري زي اليوم اللي بيطلع الوردة الطويلة ويقعدوا يصدروه، زي ما قلنا الياسمين والورود والكذا الآخري هذه لها محلات يعني بيكونوا يعتمدوا عليها زراعيا حتى يقدروا يستفيدوا منها تجاريا، يعني بده يخصص الأرض هذه قطعة الأرض خاصة إنه يزرعها ياسمين، ويكون يعرف إنه هذه من السنة للسنة بده يقطف الياسمين ويبعثوا له للمحلات اللي يوردها وتستفيد منها، يعني بده يكون مستغنى عن الأرض، يعني بدهش يزرعها 4-5 مرات، يعني بده تضل هذه الوردة أو الياسمينة موجودة في أرضها، خلص احتلت الأرض ما بيقدرش يستغلها الأرض إلا للورد أو للياسمين أو للزهور هذه اللي تصدر للخارج أو للروائح. زراعة الدخان حجي؟ زراعة الدخان كانت تزرع بس مش بيافا وأراضيها، كانت تزرع في الجعونة وما سموها الخالصة ورشبينة بسموها اليهود، يعني كانت تزرع في شمال فلسطين في أراضي جبلية قابلة لزراعة الدخان. طب كان عندكم تصنيع؟ ما كان عندكم تصنيع الدخان؟ نعم تصنيع الدخان ما كان عندكم حاجة. في تصنيع الدخان كان في شركة اسمها شركة مسبيرو بطريق القدس، يعني بناية كبيرة طويلة عريضة فيها عمال حوالي 300-400 عامل مختصين في صناعة الدخان من الخرمانجي إلى تبع السبارز. السبارز يعني الخرمانجي اللي هو يجيبوا الدخان من الخارج ويخمروا ويحطوه في سندي من أنواعه، الدخان له أنواع زراعته. نحكي عن أنواعه، لكن يعني الخرمانجي بيجيب مثلا هذا الدخان من الخالصة، هذا الدخان من الأرض الفلانية، وكل واحد له طعم مثلا هو مختص فيه، بده عمل المبروك أو بده عمل أيامها كانت المبروك والنجاح والفرنز هذا واللطيف والأشياء والبر، هذولا كانوا أنواع يعني تباع. فيقول هذا مثلا هذا الحوض يعمل يعني حوض، يجيب هذا يحط مثلا هذا تبع الخالصة يحط نسبة معينة، هذا من المحل فلان نسبة معينة، وبعد ما يتخمر 6-7 أيام يرشه بالماء رش خفيف حتى يتطرى المعول ورقة السجائر ورقة السكان كل خضرة، وننشرها بالشمس أو بالمحلات الظل بالهواء حتى تجف وتصير لونها بني. نعم. يعني تروح الخضار تبعها ويروح الكلوروفيل تبعها والرطوبة، ويجيبها لشركة الدخان وتحطها بالمحل هذا وترش عليها شوية مي
وطبقة تانية مي، شوية مي شوية مي، ليه مي إيه؟ بعدين بيجي بأخذ أربع خمس ورقات بفرمهم ها وبحطهم بسيجارة هيك. إذا شاف الطاعم هذا مختص كان اسمه خرمانجي، يعني بالتركي خرمان خرمان سامع فيها سامع فيدوق السيجارة يقول لا حاتي شوية من الورق هداك وحطه عليها، بعد يومين يدوق يقول لا خلاص. يعطوا في ماكينات لفرمة سجاير لفرمة دخان، ماكينات أربع خمس ست ماكينات نعم. حط إلها حوض وإلها مقص مفرمة فرامة وفي مسن إلها لهذا دايما السن إلها السن تبعه هذا بحط الدخان فهالحوض هذا وفي إله يسحب جرار يسحب الدخان لما يهدى السكين والسكين تط 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 ويطلع الدخان يحطوه بفروش نعم والفروش يحطوه بالهواء حتى الثاني يجف لانه كان طلع من الحوض تبعه في رطوبه فلازم تجف الرطوبه هذه منه وبعدين في لفافه على الماكينه يحطه في البوجه وتنزل من هذا سكارة طويلة ضلها ماشي على طول واحد واسع يعني ماشي المفرم الفرامة تفرم على القياس نعم تك 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 وفي المطبعة تبقى تطبع من تحت الأشياء بعد ما يجي هذا يجي بتصفت هذا يجي بعملهم بفرش تاني ويأخذهم وفي واحد في ماكينة تاني على اجره كانت اول يحط هذا الباكيتات وتصفت الباكيتات وعلى المجرة اوتوماتيك وينحط في العلب وبعدين صادر للبيع او للتصدير او للتجارة والعاملات اكتريتهم كانوا اجانب بمسبيرو شركة على كل استعمارية رأس مالها يهودي وعلى طول نقلت على تل أبيب لأنه كانوا حاطين بيافا على أساس إنه الأجور أخف وأرخص والأرض أرخص والهذا لكن كل العاملات من رأسهم إلى دانيهم يهود كان عرب فيه بس عرب يعني مش سياديين وكان المدير تبعه إنجليزي نعم كانت جنب بور الجلاد بالضبط على طريق القدس يافا على يمينك وانت رايح على القدس نعم طيب حجي كان في محلات للأزهار للبيع الأزهار نعم طبعا كان في تتذكر لمين كان وين كانوا وين كانوا لمين كان وين كان ايه يعني الموقع وصاحب المحل إذا تتذكر في كان في اسكندر عوض في محل يبيع هيك زهور لكن هذه كانت تكون في محلات مش يعني أجرها عالي ينقوها مثلا في محل يعني يكون محلات أجراتها مش غالية وعالية حتى إنه لأنه كانت الأجرات كتير غالية في مناطق الأسواق التجارية الكبيرة طبعا ابناء يافا اللي كانوا يزرعوا حبوب قمح وشعير ابناء يافا اللي كانوا مهتمين في زراعه الحبوب نعم كان عندهم تراكتورات ولا كانوا يستخدموا وسائل الحراثه القديمه هو الحقيقه احنا ذكرت عن قضيه الحبوب نعم الحبوب الشتويه وفي حبوب صيفيه يعني العدس والهذا حمص وهذا كله صيف اما الحدود الشرويه اللي هو الشعير والقمح اهم شيء هذول الاثنين هذول شتويين بيعتمدوا على الشتاء نعم فاهالي يافا ما كانوش يهتموا في زراعه القمح لانه اراضيهم ما كانتش قابله لزراعه القمح ولا لزراعه الشعير يمكن تكون قابله لكن زي ما قلنا دائما الارض المرويه اللي قابله للزراعه ما ياخذوش الزراعه الموسميه
اللي تعتمد سنويا على بس كل سنة لما تعطيك مرة. نعم. يعني زراعة الشعير مثلا تعطيكش إلا مرة واحدة اللي تزرع الشعير وبعدين تحصدها وبعدين الأرض بقيت بدون عمل. نعم. فهذا كانت دائما في المحلات اللي ما فيش فيها إرواء كامل 100% يعني نبوعة مي وكذا. والفكرة بين قوسين الشعير والقمح إذا بنسقى مي بخرج غير قابل للأكل أو قابل للأكل لكن مش مثل الأشياء البعلية. نعم. اللي غير مكلفة كتير وبذات الوقت برضو أحسن بالعجين وأحسن بالأكل وأحسن عكل الشعير. ليش أهلي ما كانوش يهتموا فيها؟ لأنه الأراضي اللي قابلة كانت للشعير وقابلة للتجارة كانت بعيدة يعني حوالي 80 كيلومتر أو لأنه في أراضي بير السبع وحولها وأراضي غزة كانت قابلة لهذا مش قابلة لزراعة البرتقال لأنه المطر فيها قليل. طبعا يعني أنا قصدي يعني كنت أشاهد حول أو أطراف يافا إنه في هناك تراكتورات وسائل حديثة. تراكتورات؟ نعم. تراكتورات صارت حديثة بالوقت الحديث لكن كان ما بتحتاجش لتراكتورات اللي هاي الزراعة اللي حكيناها. زراعة الحبوب. نعم. زراعة الحبوب. زراعة الحبوب تحتاج حاجة. الحبوب؟ نعم. تحتاج لتراكتورات؟ طبعاً. أنا مش قادر أقول لك إنه كانت أراضي بير السبع كانت أراضي مش عميقة. نعم. كانت أراضي شبه صحراوية. يعني زي ما حكينا إنه المطر كان يكون قليل. فلما بده التراكتور ينزل 60 سنتي بالأرض ما كانش ضروري للحبوب إنه بدها أرض تكون المحروطة 60 سنتي للأرض لأنه نبتة الشعير ونبتة القمح لا تتعدى 5 سنتي 6 سنتي بتنزل في الأرض وبس وخلاص أما بتنزلش 20 سنتي و 25 سنتي شجرية. التراكترات كانت تحتاج إلى زراعة أرض عايز يزرعها شجرية ومرة واحدة هذا على أساس إنه اضطر الأرض من الآخر مشان الشروش الشجرة تنزل في الأرض لما تنزل المية تنزل بالأرض 60 سنتي 70 سنتي لأنه الشجرة بدها جذور بس هذه القمح والهدول كله على نبات سطحي. نعم. طب عمي الخضار اللي كانت تنتجها أراضي البلد أراضي المدينة كانت تجفف أو تصنع أو الخضار اللي كانت يعني قابلة للتجفيف يعني فيش زي ما قلنا احنا الاعتماد كان كله على الموسمية الناس كلهم كانوا يحبوا الاشي الطازج يعني لما تيجي تجفف انت خضرة وتطلع مثلا الكوسة 4 مرات كل شهرين 3 بيطلع نبتة كوسة تانية اليابانية والمش عارف ايه انواع لها يعني كل شهرين 3 بتنتهي الزرعة الاولانية بتطلع كمان كوسة تانية بتطلع الزرعة الاولانية بتطلع كوسة ثالثة يعني بتضلها على مر اللي يجفف مثلا يعني مثلا البندورة ما عملتوها عمي؟ نعم. البندورة هاي البندورة لانه كان وين تجفف كانت تجفف مثلا مع الاحترام انا لا بقولش مثلا يعني فلاح ومدني وقروي لا بقول انه في الاماكن اللي كانت يعني لا تزرع الطماطم البندورة فبيجي نشفوها على يعني كانت موسمية بالأول البندورة ما كانتش تطلع يعني كل يوم كانت تطلع مثلا بعد انتهاء فصل الشتاء يعني نقول مثلا في عنا الفصول كانت في جبلية وبردة وفي دافية يعني أراضي ريحة مثلا دافية أراضي بين السبع وغزة كانت دافية كذا السافرية يعني حتى انه في قرى لما كانت تزرع الطماطم البندورة وتزرعها مبكرة يعني اساس تكسب الشعير لانه الشتاء بيكون انتهى بالبرد البندورة بتطلعش بالبرد تطلع في شهر 4 يعني بيبدو لما توفر الارض وتخلص اول شتوي
اخر شتوي اذار يعني يبدا انه زي ما بيقولوا الجمره الثالثه تنزل في الارض. كانوا يقولوا الجمره اولا والثانيه وثالثه. الجمره الاولى كانت تنزل في 10 شباط، نعم، والجمره الثانيه تطلع في اخر شباط تنزل، يعني اساس تدفى الارض. والجمره الثالثه تطلع في اول اذار، باول نص اذار خلاص يعني دفيت الارض. الفلاح يعني الذي يفلح الارض، مش الفلاح الاول الذي يفلح الارض، الفلاح نعم. المزارع المدرب يعرف انه هذه اخر جمرة طلعت، يعني دفيت الارض، بروح بيقدر يحرث الارض، بخافش من الشتاء اذا اجى يخرب له زرعته. شايف؟ نعم. فبيبدا مثلا بالسفرية عندنا مثلا قرية كانت مختصة في زراعة البندورة. بس يزرعوها زي ما قلت انا، يتحين الفرصة ويزرعها في شهر اذار اذا دفت الدنيا. لكن ايش يعمل؟ لانه كان يجي فيه مرات برد بالشتاء بالفصل هذا، برد ندى، الندى مش يعني الندى مش ينزل رطب، بينزل بتلج، بيجي على ورقة الخضرة وبيصير أبيض. نعم. فالورقة الخضرة بتنشف، تقدرش تتحملها. نعم. فإيش كان يعمل مشان الموضوع هذا؟ بدائية كانت القضية، لأن أنا بحكي قبل الأربعينات، مش نعم. بحكي إلا بعد الأربعينات، بعد ما صارت الاختراعات وصارت نعم. التدفئات وصارت الأشياء. صحيح. فكان إيش يعمل؟ كان يزرع الصبر زي ما قلت أنت، الصبر بروح، وكان يخلعوا خصوصي، يزرعوا خصوصي، مش بس مشان أكله الكوزان، مشان يأخذوا الضلوعة تبع الصبر، الضلع، يأخذوا الضلع تبع الصبر يحطوا على بيت المدحاية تبع البندورة، من الشقة هاي من الشقة هاي من الشقة هاي من الشقة هاي، حتى يحميها من الهواء البارد أو السائع وتطلع حبة البندورة. فهذه الأشياء كلها كانت تابعة لل جميل. طيب عمي، البامية أيضا كنتوا تنشفوها؟ نعم. البامية كنتوا تشكوها؟ نعم. بس مش على مستوى يعني، لا على مستوى البيت، مش مستوى يعني كتير، مش مستوى، كانت تنشف البامية نشفوها، والفاصوليا مثلا نشفوها، واللوبيا نشفوها، ويبيعوها حبوب ناشفة في فصل اللي ما فيش فيه بامية أو فيش فيه لوبيا أو فاصوليا أو فول إلى آخره. والعدس كمان يتنشف، العدس على كل لا يؤكل بدون تنشيف. والحمص كمان كان يأكلوا حاملة، يسوي بالفرن ويأكلوا أزئزو، لكن على مستوى هذا يتنشف هذا كله، هذا كان ضروري وباع بالفصل الشتوي. نعم. والترمس كمان كان يتنشف. حجي، عمال الحمضيات أو عمال الخضروات أو بشكل عام الزراعة كانوا من أبناء يافا ولا كانوا من محيط يافا؟ والله عاد أقول لك أبناء يافا، يعني كان يكون في من أبناء يافا، لكن القضية اللي كان مختص في هذه الخضار وعندهم تدريب وتمرير ومتفرغين كانوا أهل القرى. أهل القرى لأنه ما عندوش الفرص أو عنده الأرض بده يستفيد منها، يعني الأب أو هذا يعني همه أنه يخلف أولاد أو يخلف بنات مشان يساعدوا في الأرض وحراثة الأرض والانتفاع منها وجني المحصول تبع الأرض. فكان القرى هذه همهم، يا يزرع، وبعدين فصول زي ما قلت أنت، الذرة الصفراء والذرة البيضاء، لأنه هذه كمان موسمية، أربعة أشهر بتروح بزراعها من أول إلى بعد أربعة أشهر، أول ما يصب تنشف بتصير الأرض قابلة لزراعة أخرى. فما كانش ابن يافا، أكثريتهم تابعين للوظائف وتابعين يلحقوا الوظائف، اللي كان الفلاح يبتعد عنها لأنه عنده موارد أخرى أحسن من الوظيفة وأحسن من الراتب الشهري. 3 جنيهات كان أيامها بالثلاثينات، راتب الموظف كان 3 جنيهات 4 جنيهات، يعني أنا توظفت في 35 5 جنيه بالشهر. نعم. وبعدين أجاني في 31/8 سنة 35 جنيه علاوة معيشة، غلاء معيشة، يعني 6 جنيه، يعني ما كانش مردود الوظيفة كتير.
إلا للي بده يلبس بدلة ويلبس جرافتة طيب حجي بدي أسألك سؤال بس بدون ذكر الأسماء. نعم إن أمكن. كان في عندكم إشي اسمه يعني التعامل بالفائض؟ تعامل بالفائض بالفائز بالفائز؟ نعم. في هذا كان في استغلال كان فظيع، يعني في فرص كانت تكون هذا يمكن حرم الفائز على أساسها، يعني خاصة بالقرى. بالقرى كان السيولة النقدية دائما معتمد هو على الفصول السنة، فمرات يصير عليه مصروف بده يضطر لما بده يزرع الأرض في الفصل هاي يكون ما فيش عنده سيولة نقدية، فيضطر إنه في ناس يستغلوا الأمور هاي يا من الخارج القرية يا من داخل القرية. فلمن خارج القرية مثلا لو كان قرية مثلا مختصة بزراعة الزيتون، يعني اعتماد على زراعة الزيتون، فبعد حصاد الزيتون أو يعني بعد ما إنه قبل ما الزيتون بده يزيد بيكون أخذ من تاجر خلال الفصل هذا اللي قاعد حتى يستنى محصول الزيت أو محصول الزيتون بيكون احتاج إلى مصروف. نعم. يعني كان حصل إلى مصروف غير طبيعي، من جوز بنته أو جوز ابنه إلى آخره، يعني مصروف غير متوقع، فيضطر يروح لمين؟ لتاجر مثلا بالبلد بنابلس مثلا. نابلس أكتر إشي اللي كانت بهالشغلة هذه، قراها أكتر وكان استغلال، يعني بدناش نحكي. المهم يافا، يجي ليافاوي مثلا واحد ببيع أقمشة بقول له السلام عليكم وعليكم السلام، بقول له والله أنا بدي أجوز بنتي وبتحتاج لكذا وكذا 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 وكذا، حاضر، قديش بدي هذا؟ بدي هذا بكلفك مثلا 100 جنيه، 100 جنيه 150 جنيه، لكن 100 و150 جنيه بكون 50 جنيه، بقول له 100 جنيه 80 جنيه 70 جنيه حسب هو حلاله وحرامه. لكن كانت في أكثر الأحيان فيها استغلال شنيع. طب شو كان سبب الاستغلال أو شو الهدف من الاستغلال عمي؟ نعم. شو كان الهدف من الاستغلال؟ الربح المادي ولا السيطرة على الأراضي؟ والله لا، أول سيطرة على الأراضي هذه بعدين حصلت مع ناس تانيين، مع اليهود ومع اللي كانوا بدهم يستعمروا البلد، أما التجار مثل تاجر يافر، نقول تاجر أقمشة، شو بروح بدوس بأي قرية يقول أنا بعيد عني 7 كيلو 8 كيلو، إيش بدي في الأرض أروح أزرع درة؟ بهمه أنه تجارته تتكاثر ويعتمد عليها بالتجارة أكثر ما يعتمد بفائدته، بتكون أكثر من فائدته في الأرض. لكن في آخرين مثلا مثل ما قلت بدأش تدرس بلد، لكن في بلاد كانت تعتمد، هدول الجماعة اللي كانوا متخصصين للقضية هو الهدف إنه الاستيلاء على الأرض. إذا كان الأرض معجبة وعارف إنه إلها مستقبل ولا كذا، استيلاء على الأرض أو استيلاء على الفلوس. الطريقة كانت الاستيلاء على الفلوس ببلاد معينة معروفة، وهذه كانت من زمان، هذه القضية استغلال الفائدة. طب كان في أيضا كانوا يسموها الفايز، الفايز أو الربا. الربا بعدين لما صار حرام وما حرام أقول الربا، لكن أكثر بعدنا الأولانيين أيام صدر الإسلام كانوا نفس العمل. عثمان عمل كل ترويته من القضية هذه. نعم ولا لا؟ طيب. كان أغنى واحد بهذيك القبائل، لأنه من القوافل اللي كانت تروح وتيجي من الشام إلى هذا كانوا يبيعوها بأسمان غالية كتير، يعني استغلال. طيب عمي يعني لذلك حلل عليكم التجارة والبيع والشراء وعدم استعمال الربا. أما بيع بالتجارة إنه القرش 10 بيعه ب10، زي ما بيعنا كيلو العنب يكون بكلفه 15 قرش، بيعك إياه بدينار، هذا حلال. لما ما هذا كمان استغلال، الاستغلال كمان هذا كتير يعتبر أكثر من الربا. طب عمي الرهن استخدمتوه؟ الرهن؟ نعم الرهن. الإيه؟ الرهن. الرهن طبعا، ما هو هذا تبع للبعض، ما يعطيهوش فلوس إلا بترهن الأرض، بيمسكوا بأشياء تانية كتيرة، بيعمل أشياء عقود وكذا لآخره أو شهود إلى
نعم. طب عمي، حتى في كمان ناس كانوا يستعملوا قضية الدين واسطة للشغلات هذه، يلف اللفة الخضراء وكذا الأخير يبيع أقمشة. يجي محمد ويجي يوم صلاة الجمعة يقول له يا حاج والله أنا بدي كذا كذا كذا، يقول له آه اللي بدك ياخده، إيش في معك مصاري؟ والله معيش إلا هالجنيه كان أول جنيه، طيب هات الجنيهين والعشرة جنيه كل شهر أعطيني جنيه أو جنيه ونص. وإيش بتوفر عندك؟ بفتح لك دفتر وبفتح لك حساب. في ناس عملوا أشياء كتير من الموضوع هذا، كانت أشياء يعني زي ما قلت بدناش نذكر أسامي، لكن كانت الطرق هذه موجودة لأنه البنوك كانت قليلة. وبعدين هيبة الناس من البنك، يعني مثلا أنا فلاح وعندي موسم وعندي كذا، لكن أنا متعود ألبس مثلا كذا وألبس كذا، يصحي يروح على البنك أو البنك ما يهتمش فيه من اللباس تبعه أو كذا الأخير، يلاقي ناس يقول له والله خوت خلي لي هدول عندك وشغل هذا فلان عنده. العديد صار الوعي، أما قبل ما كانش فيه وعي. نعم. طب عمي بتتذكر شو كانوا يستخدموا سماد؟ نعم. السماد المستخدم؟ السماد كان في الكماوي بالآخر، صاروا يعرفوا الكماوي. أنا هلا بحكي لك أشياء أيام ما كان الناس لساتهم بدائيين. السماد العربي وعكل السماد العربي كان أحسن كتير من السماد الأجنبي، ولكن صار السماد العربي من كتر ما كان عليه إقبال وبذات الوقت من قلة الوعي اللي كان موجود، كان القرى تعتمد على السماد إنها تحط تزبل الطوابين فيه. نعم. وتحرقه، وعنده زيتون وعنده محلات كلها بدها السماد هذه، لا يروح ياخذ السماد هذا ويحطه لبشار الخبزات اللي كلهم، يقول ما احلى خبز الطابون لما تحط عليه زيت هالزيتون وتحط صحن هالزيتون جنبه الحاضه تأثر عليه، فيش احسن من عنده، احسن من كل ما كل الارض اللي عنده، وفلفل احمر هيك عليه وكذا والاخر. نعم. طيب عمي، حكومة الانتداب البريطاني قدمت مساعدات حكومة البنك الانتداب البريطاني، يعني قدمت لكم مساعدات في مجال الزراعة، إرشادات مثلا، والله هو هذا بغار. يعني زي كيف بتقول هذا مقال إنشائي، كيف جريت تقول تقرأ المقال وتلاقي بعدين كله إنشائي ما فيش منه فائدة. نعم. كان اسما على غير مسمى، والله بنعطي مساعدة للفلاحين وبنعطي مساعدة للناس وكذا. إلى الآن اللي المحبوب بياخد واللي مش محبوب ما بياخدش، البيضة بتاخد والسمرة ما إلهاش. طبعا. وبعدين على إشي قليل، لأنه كان الاستعمار بهمه اليهود ومساعدة اليهود وإنشاء الوطن القومي اليهودي، هذا المساعدات كلها كانت رايحة إلهم. نعم. والفلاح ما في له شيء. طب حج الـ يعني موضوع تسويق الانتاج، موضوع تسويق الانتاج، نعم، مثل اي انتاج؟ انتاج الزراعي. الزراعي مدينة يافا كانت تستقبل جزء كبير من منتجات القرى الزراعية. طبعا كانت اكثر كل منتجات القرى الزراعيه تورد اليها، واعتمادهم على البلاد على البلد السكانيه اللي هي عندها حضاره وعندها اشياء، لان الفلاح بقريته لا يحتاج انه يروح يشتري باميه وهي الباميه مزروعه عنده، لا يحتاج يروح يشتري مثلا كوسه وجاره زارع كوسه، كلهم كانوا يتعاونوا في القضايا هذه. ويعني اذا بده يشتري هذا، انا بعرف انه ما كانش غير قابل للشراء والبيع في القرية، أما إذا كان بده يشتري بخص، أو يقول له والله خذ لك شوية بامي أعطيني شوية كوسة مبادلة. لكن اعتمادهم الكلي كانوا على البلد اللي فيها سكان 100,000 120,000 115,000، بيحتاجوا إلى، ما عندهمش لا عجنينة ولا عندهم محل يزرعوا فيه كوسة ولا يزرعوا فيه بامي ولا يزرعوا كذا. طيب عمي، كان في هناك حسفة مركزية تستقبل الانتاج الزراعي للقرى؟ طبعا كان في يافا سوق كبير اسمه سوق الخضره. نعم. سوق الخضره هذا بنهايه يمكن حكيت لك عنه انا، ولكن بنعيد الكلام. عند الملتقى شارع السكسك،
ونهاية شارع الصلاحي. نعم. لما يبدأ بديره على طريق أبو نبود، على إيدك الشمال كان في سوق يعني دكاكين وكذا الآخر، لكن خلفه كانت في بيارة لعائلة اسمها أبو جياب. نعم. خلعوا الشجر هناك كليته، يعني كانت مساحتها يمكن حوالي 10 دونمات أو أكثر شوي، خلعوا كل الشجر هناك وقالوا هذا بنخليه، لأنه البلدية طلبت أنه يكون عمل سوق مركزي للأشياء هاي، وعدم بيعها يعني هنا وهناك وكذا الآخر إلا في محل معين. فأجوا ناس برضو استغلاليين، نقول بدأوا أن يعطوا حصص، يجي يقول والله أنا هذه الشقة بدي أخذها أنا إلي بستأجرها بكذا كذا، هذيك أنا بأخذها إلي بستأجرها كذا كذا، وصار يجيب عنا زي هلأ عنا الحسبة مثلا في أرض هناك، بيجي كل منتج للكذا بيحط بضاعته وبصير عليها مزاودة، والمزاود هو الأخير واللي بأخذ كل جميع الخضرة، جميع الفاكهة، جميع الأشياء اللي كانت تباع محليا. نعم. كانت تيجي ما تورد عليه، وتمنع البلدية من التجول يعني بيع الأشياء هذه في محلات تانية أخرى مثل ما الأسلوب اللي موجود. طيب بعد إذن حضرتك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.